نرجع للكويت. نعم. في فترة الثمانينات، وأبي أتوقف عن محطة مهمة أيضا من ضمن المحطات المتعلقة بالدكتور عبد الله النفيسي، علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين، هالمرة مش على المستوى الفكري، نعم، على المستوى التنظيمي. نعم. دكتور عبد الله النفيسي في النصف الثاني من فترة الثمانينات، نعم، انضميت إلى ما يسمى باللجنة السياسية، نعم، اللي تابعة للإخوان نعم، في الكويت. نعم. كلمني الحين، احنا مو قاعد نتكلم عن دعم انتخابات وجانب فكري، صح. الحين اكو عمل تنظيمي، صح صح. انا فتحت لما وصلت الى الكويت ذيك السنه من بعض الاخوان انه عندنا لجنه تمشي على رغبتك انت اللي قلتها. قلت شلون يعني رغبتي؟ قالوا لي انك انت تحتاج انه الشرعيين اللي عندهم علم شرعي ماخذين كل الـ يعني الـ الصلاحيات، وانت كنت تطالب بان السياسة لها اهلها والشرع لاهله وكذا لاهله. فالحين هذه لجنة مشكلة على اساس يعني تعنى بالجانب السياسي والخطوات السياسية المطلوبة من الجماعة. ممتاز. من أعضائها والله قالوا أسماء حلوة يعني. اللي هم صلح لي هم. نعم. صلح لي الأسماء اللي عندي. جمال شهاب. نعم، المحامي جمال شهاب. عبد المحسن العثمان. والنعم صحيح. سعد البراك. دكتور سعد البراك. دكتور سعد البراك. نعم. دكتور بشير رشيدي. بشير رشيدي. صحيح. إبراهيم الخليفي. إبراهيم الخليفي. مبارك دويلة. مبارك دويلة صح. ومنو بعد؟ حمود الرومي. حمود الرومي. حمود الرومي. عيسى الشاهين. مجموعة يعني من شباب الكويت الحلوين يعني. وكنا نلتقي أحيانا هني، أحيانا بالضاحية، أحيانا بالنزهة، أحيانا في يعني أماكن أخرى، مزرعة شالي، ونتداول يعني وضع الجماعة ووضع الديرة وما يمكن فعله. وكانت لقاءات حلوة يعني. إيش كثر ظليت تقريبا معاهم؟ مو وايد يعني، تقريبا مو وايد يعني، أشهر يعني، أشهر مو سنة يعني حتى. لا لا، ما كملت سنة لأن أيضا شفت إنه يعني ما لها. هذه صارت وقت الانتخابات أيام ما كنت نائب قبل بعد يعني في... لا لا، هذه عقوب بعد. ايه عقوب بعد يعني، بعد حل البرلمان. ايه ايه يعني نتكلم عن يعني من 86 87 اظن كذي. ايه ايه هكذا اذكر يعني. بس قبل اعتقالك اكيد. نعم، قبل اعتقالك اللي صار في نهاية. ايه ايه قبل اعتقالك. قبل في هالفترة هذه. ايه والله خلينا نشوف يعني، شفت شلون؟ بس عقب الاعتقال لا، غسلت ايدي يعني من كل شيء يعني. طيب انت الحين يعني هذيل الاسماء. نعم. اغلبها العنصر المشترك انهم اغلبهم درسوا برا الكويت، يعني اللي جاي من بريطانيا، صح. اللي جاي من امريكا، صح. اللي اكو فكر جديد الان، صح. من عناصر الشباب، صح. اجتمعوا في لجنه سياسيه، صح. انت اذا نبي نسقط كلامك اللي ذكرته يمكن في احدى الحلقات السابقه اللي مرت علينا، تذكرت ان التنظيم قائم على، انا مو عضو في التنظيم لان التنظيم قائم على مبدئين اللي هو قضيه الدفع الاشتراك والبيعة. انا ما بايعت ولا دفعت اشتراك. بس هذا موجود في الكويت؟ نعم، ايه موجود، النظام موجود في الكويت. ايه، فهي فيها بيعة. اوه، فيها بيعة وفيها اشتراك. وفيها اشتراك. صندوق الاخوان بالكويت صندوق عامر يعني.